بالخونه اللي كيتعاملوا مع الخليج. هذه الحكومه اليوم خاصنا حنا نطالبوا من الاسقاط ديالها. هذه حكومه ما بغيناهاش، ولكن ماشي بغينا اسقاط هذه الحكومه خدمه للمخطط المخزني باش يطلع لنا الحكومه ديال الاميين ديال المافيا. لا، بغينا حكومه شعبيه وتكون منتخبه انتخابات حره ونزيهه، وان الشرفاء ديال هذا الوطن هما اللي يشكلوا الحكومه اللي خصها تحكم وتكون مساعده واللي تخدم المصالح والتطلعات ديال هذا الشعب. اذا نقول لكم بانه في محطات عديده كينتفض هذا الشعب. طبيعه الحال الاستبداد عنده الخبراء ديالو في الخارج، لا يستعينوا بخبراء اللي هما موجودين في هذا الوطن اللي كيعطيو الوصفات. ف في 81 كانوا قالوا المغرب بان المغرب الى